مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من قلب مدينة الدار البيضاء معنا المؤثر المغربي مول دعوة أكيد كلكم كتعرفوه وكتبعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فهاد اللحظات مشاهدينا الكرام عنده رأي خاص فيما يروج في الآن بخصوص المدعو إلياس المالكي وكذلك الفيديو اللي لا فيه استهزاء بالإخوان الأمازيغ الأحرار بطريقة تهكمية. اليوم مول دعوة عنده رأي وعنده فكرة بغي يوصلها لكم ويشرح لكم وجهة نظره بعد ما تفاعل بهذا الفيديو. مرحبا بكم مول دعوة. واش غادي نقول لك ماشي رأي ديالي الشخصي، طوائي ديال المغرب كاملين. مول الدعوة، مول الدعوة ماشي كيدخل على الخط، أنا مجرد مواطن عادي، ولكن كما كتعرفوا الشارع المغربي كامل شاف الإهانة في حق واحد الفئة من المغاربة، السواسة، الشلوح، البرابية، الأمازيغ. ما يمكنش أنه نتقبلوا واحد الهضرة خيبة كطيح من قيمة ديال المغاربة، المغاربة السواسة، البرابير، الشلوح سواء ديال السوس، سواء ديال الأطلس. ما يمكنش تقزم مواطن مغربي، ما يمكنش تقزم وتطيح من القيمة ديالو، واحد معشش في براكة في السطح، واحد حاط حدا القرقوبي والفانيد والمخدرات والمعجون وكل شيء، وكيتكلم في أعراض ديال الناس من السب والقذف والشتم يوميا. ما بغاش ياخذ العبره من الدرس الاول، ما بغاش يتربى من الدرس الاول اللي خداه، اللي كان يلا خرج من السجن. كل خطا كيجبد هالحي المحمدي اللي هما رجال، اللي هما اش غادي نقول لك، المقاومين، الشرفاء، المثقفين، الرياضيين، الملاكمين، الشعراء، الادباء، الناس اللي واعيين ما عرفين وصلوا، كيجبد عاوتاني اليوم او هاد اليومين هادي ولا ثلاث ايام كيجبد الشلوح اللي قسم من القيمه ديالو. الشلح كما كتعرفوا فهو انسان بسيط، انسان محبوب، انسان خلوق، انسان ما كيجبد العار، ما كيتكلم بواحد. لو الامازيغ خوتنا حنا كلنا مجتمع، وحنا كنا مغاربه وخوت من يعني من طنجه حتى للقويره، صحاوة، فاسه، شلوح، العربيه، كل شيء حنايا. علاش غادي نطيح من القيمه ديال الشلح؟ الشلح اللي كتعرفوا انت مول البيسي اللي كيخدم 12 ساعه، علاش غتقزم فيه؟ علاش غتطيحو؟ نسيتي بلي مغربي حقيقي، كاين وزير، كاين بيلوت كيصوب الطياره، كاين مهندس، كاين طبيب، كاين اش غادي نقول لك، ناس اللي عندهم شركات، اللي عندهم شركات معروفه عالميا، انت ماشي حتى في المغرب، وانك تقدموا بقى فيهم الحال، علاش غتكلم فيه؟ الشلح ما عمرو ما جبد الكلام السوء، الشلح ما عمرو ما هضر خيب، الشلح كيف ما كان النوع ديالو انسان مواطن مغربي من حقه. المغربي واش انت ما دار لك حتى شي حاجه وتجبد؟ بقى فيهم الحال. وانا كنطلب من الجمعيات، ماشي الجمعيات ديال السواسه وديال الشلوح، كاع جميع الجمعيات المغربيه، انها تدير شكايه باش تعاود الطربيه لهذا السيد، باش هذا السيد ما يبقاش يهضر ويخرج بهذه الخرجات، هذه الخرجات اللي كتسيء المغاربه، كاننا عندنا التفرقه، كاننا كنفضلوا الشلع على الفريفي ولا على الباسي ولا على الصحراوي. حنا مغاربه كاملين، بقيتي بالهيد ديالك ديك البراكه وكتهضر في الاعراض ديال الناس، اش بينكم؟ كديرتي واحد الشلح نتقبلوها منك، كما كاين واحد العربي يقدر يكون ما مزيانش ولا واحد الصحراوي ولا واحد الفاسي، ولكن باش جبد الشلوح بزاف عليك، الشلوح معروفين بالكرم ديالهم، بالجوده ديالهم، بالاخلاق ديالهم، ما كيأذيو حد، ما كيهضروا في حد، ما داخلين يعني حيط صغير، ما كيقيسوا حد، ما كيتكلموا على حد. هو انت كطالب بالمعاقبه ديالو، والمعاقبه ديالو ما يمكنش، حيت الا خليناه مازال غيجبد، وهذاك النهار جبد ولاد الحي، ذاك النهار ما عرفش جبد ولاد دار السلطان، قال لك ولاد الحي كلهم مجرمين، كلهم ما صالحينش، والباه جبد الشلوح، وما عرف كل خطر الله يبارك تنبقاو حاضرين، وكل خطر يجبد ولاد العربيه ولا ولاد فاسه ولا ريافه ولا كل واحد. حنا دائما كندافعوا على اي مغربي سواء في المغرب ولا خارج المغرب، حتى واحد ما يقيس بلادي، ولد بلادي، مالكي، وزير، مسؤول على بلادي، ما نطيحش بقيمه ولد بلادي، وما نطيحش بقيمه من ديال من الشلوح ولا من الصحراوي، هذا الشيء عيب وعار اللي خرج منه، وخصو المحاسبه والمعاقبه. انسان كيبقى بالمخدرات وكيجبد وكيهضر، كيعتقد انه اسطوره ولا مشهور، فاش اسطوره؟ مخترع، مبتكر، عليم، درتي شي انجاز، خلقتي الاكسجين، درتي شي حاجه بالبلاد، اعطيتي شي حاجه، درتي شي اضافه، حتى شي حاجه ما درتيها، راك غير مجرد واحد كيبقى تالصباح
مخبطه بالمخدرات كيتكلم في اراضي ديال الناس متبعينك بعض المراهقين صحاب التطواج مساكن ما عندهمش الوقت كيبقاو حتى للصباح متبعينك بالهضره الخاويه والمعاطيه والسبان اللي عجبك تسبو واللي ما عجبك تسبو ما كنتاش غتكون ملك الله انت مجرد حيوان وانت ميكروب وما تصلحش وميمكنش يتقبلو الشارع المغربي ولا المواطن المغربي يتقبل التفاهه ديال كل المواضيع الساقطه والمواضيع اللي منحطه وما عندك قيمه ما عندك ساس لا راس انت خصك المتابعه قضائيا وخصك تدخلوا جميع الجمعيات باش يحاسبوك على الخرجات الاعلاميه اللي كتنقص من القيمه ديال المواطن المغربي بخصوص الشلوح.